ضعف الإقبال أبرز السمات المميزة لمعظم اللجان الانتخابية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من جولة إعادة انتخابات الرئاسة المصرية. ترى هل تسببت حرارة الجو الشديد في ضعف إقبال الناخبين على لجان الاقتراع بالرغم من سخونة جولة الإعادة، أم أن حملات المقاطعة التي دعت إليها بعض الحركات السياسية كانت السبب الرئيسي في عزوف الناخبين عن الحضور بكثافة للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة؟ تلك الجولة التي ينتظر أن تسفر عن فوز أول رئيس مصري منتخب انتخاب حر نزيه. تمر أخبار اليوم رصدت آراء الناخبين عقب تصويتهم بلجان المعارف، وكان لها هذه اللقاءات عن التأمين ووجود الشرطة ووجود الجيش، والبعض كان بيقول ان هيبقى فيه صعوبات هيتلافوها في جولة الإعادة. شايف ان الصعوبات دي تم تلافيها؟ انا شايف كان فيه صعوبات، بس انا مش عارف هل ده بسبب ضعف الإقبال ولا بسبب الجو ولا ايه. بس بصراحة المرة اللي فاتت كان العملية فيها ما فيهاش نظام، المرة دي احنا دخلنا على طول وصوتنا بسرعة جدا والعملية كانت سلسة يعني. طيب البعض بيتحدث عن وجود أقلام خاصة داخل اللجان. لا، هو القلم اللي جوه قلم بيك بنص جنيه يعني، ولا بيعمل اي حاجه خالص، عادي بيكتب وكل حاجه يعني. حضرتك انطباعك عن الانتخابات النهارده ايه؟ كويسه تمام والحمد لله، كله بخير وتمام، واحنا عاوزين الانتخابات تنجح وعاوزين كله ينجح ويبقى تمام، وكل واولاد هينزلوا ينتخبوا، كله ينزل ينتخب. ده صوتك؟ لا ما ادورش، ما اقولش لحد. لا ده سر، ده مني لنفسي. لا لا لا، ده صوتي اللي انا عايزه، وربنا يولي من يصلح. نحن القوات الأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة منتشرين في المناطق كلها حوالين اللجان، وأعتقد أن التأمين كويس جدا يعني. تفسيرك لضعف الإقبال النهارده؟ والله أنا مش عارف، لأن احنا هل الجو، لأن الجو حر، أو أن الناس حصل لها نوع من، في ناس كتير حصل لها نوع من الإحباط. ما فيش شك لانه النهارده اول يوم في الجوله الثانيه. الجوله الاولى كانت تقريبا في نفس التوقيت، احنا كنا طوابير طويله تمتد مسافات طويله، بعكس النهارده. هو اتمنى انه بقيه اليوم وبكره ان شاء الله انه الناس كلها تنزل علشان خاطر ان احنا كلنا نشارك في اختيار واحد يحكم مصر بشكل مختلف بقى. شايف ان حل مجلس الشعب اثر بالسلب على جوله الاعاده؟ احتمال كبير. دي صوتك؟ لا، انا اديتي صوت اللي انا اعتقد، اديت صوت مصر اللي انا اعتقد انه هيكون في صالح مصر، بصرف النظر بقى ان انا افصح بالاسم يعني. ما دام ديمقراطيه يبقى لازم نتقبل النتيجه باي وجه من الوجوه، انما على اي حد رئيس قادم أي من الاثنين ان هو يفهم كويس قوي ان النظام السابق ما ينفعش يرجع تاني، وان مصر وان الشعب مصر لازم يحترم ولازم يحافظ على كرامته. اللي المواطن البسيط اللي بيزق عربية يد في الشارع لازم يكون له كرامة ولازم يحترم، ولازم الناس تعيش عيشة تليق بالشعب المصري. إنما ما ينفعش المنظومة اللي كانت موجودة قبل كده، ما ينفعش ولن يقبل الشعب إنها ترجع مرة تانية. الجو الانتخابي النهاردة في تأمين كويس، إحنا ما شفناهوش من قبل كده بكتير، وده لازم كتير قوات مسلحة. لأنهم أنا شايف، أنا كنت في مصر جديد أكتر من حقيقة، كنت بعمل مصالح شغلية شخصية، لكن أنا شايفه في أحياء تانية is perfect بالنسبة لنا. أنا بتكلم بتامي القطاع السياحي، اللجنة التأسيسية ما بصتلوش خالص. في صعيد مصر في ناس مش لاقي تاكل وتشرب النهاردة بسبب الإضرابات اللي حصلت بتاعت السياحة. وخد بالك لو الأمور استقرت، مصر واعدة وبقولها لك واعدة، لأن الشركات الأجنبية بره بتخسر بسبب الوضع الأمني اللي في مصر. هيكسروا الدنيا، هيعملوا دخل يعوضوا السنتين اللي فاتوا في سنة، لأن احنا بنراهن على ده، لأن احنا ما بنشتغلش كده، بنشتغل بمخطط ازاي نجيب نخلي الناس تجينا. ما تنساش ان احنا عندنا في مصر تلت أسر العالم. من رأيي احد المرشحين، لو مش عايزين اقول مين، بس اعتقد انه هو راجل نظامي، احنا شفناه في الطيران عمل حاجات كتير جدا. حضرتك احد المؤيدين للفريق شفيق، هل تعتقد ان
نتيجة الانتخابات ايا كانت علينا كمصريين ان احنا كلنا ننتقدها نقبلها. مش احنا دولة قانون ولا انا بتكلم غلط؟ عايزين يبقى مستقبلنا بنتكلم بالقانون ما بنتكلمش بحاجة تانية. حضرتك شايف ان حل مجلس الشعب اثر بالسلب ولا بالايجاب على عمره ما كان سلب؟ لان المنظر اللي شفناه خلانا نزعل ان احنا مصريين ان احنا انتخبنا غلط. انا في دائرة المهدي انتخبت مصطفى بكري لكن كحزب خدت تاريخ اسلامي بس ندمت. النهارده بقول لك انا ندمت واضحه مهما كانت النتائج. احنا محتاجين ناس، مش عايزين ناس كبار، عايزين شباب. ده المستقبل. مش عايز انتخابات يا رب يعملوا لها حد اقصى ليميت زي ما بتعمل الوظائف، حد اقصى يترشح مجلس الشعب سنه الاكثر 45 سنه 30 سنه 35 سنه، يبقى ضامن ان حد من الشباب هو. لان احنا انا عندي 60 سنه خلاص بنسلم، لازم نسلم حد بعديا ياخد الخبرات منين؟ ياخدها دلوقتي في الاحتقان في العجن اللي فيه البلد ده. ده احسن وسيله يتعلم، زي لما ازاي يتعلموا سواقه عجل النهارده زي سوق بلد. لازم الشباب ياخد ده دوره النهارده. وانا بقول ما يبقاش فكرهم مع احزاب، لان احزاب ملهاش تاريخ عندنا. الدستور ليه كومنت واحد بس، احسن دستور اتعمل للبلد بدل ما يضيعوا وقتهم ويرددوا دستور 23. عملوا مين؟ عملوا مصطفى كامل، سعد زغلول، مش كده؟ عظماء مصر، وكانوا عدد صغير ما كانوش بيتخانقوا، وكان فيها غالي بيوصل التعليم المسيحي، يعني كان فيها كل الناس. ليه هنقلف النهارده؟ ما نشوف ونبص عليه. في حاجات كويسه كتير عندنا، 54 تبص عليه، بيتكلم عن الحاجات. الشيخ الطيب ده انا عندي الشيخ الطيب في الاقصر، الناس عارفه يعني ايه الشيخ الطيب. عندك الشيخ طيب، الشيخ طيب مهمين مسلمين. وصفت الوضع لحضرتك كل الناس متفق عليها، سواء اخوان سواء ماليش دعوه، سواء مصريين 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 متفقين عليها، لان احنا عارفين من هو الشيخ الطيب. احنا مالناش دعوه بالشيخ طيب لان هو البدايه، هو مش هو اللي عمل العيله، هو اللي عمل بيت العيله. سؤال لحضرتك، اهم قرار انت بتنتظره من الرئيس القادم؟ اهم قرار تطهير البلد، تطهير البلد من الفساد اللي فيها. كل الوظائف الحكوميه العليا في البلد كلها فاسده وكلها تابع النظام، فعايزين نطهر البلد من الفساد والنظام اللي موجود فيها. عايز اقول ان احنا كلنا كشعب ممكن نكون واعيين في حفره كبيره وبنزق بعض عشان نطلع من الحفره ومش عارفين نطلع. فلا اعمل ايدي كده ليك عشان تطلع لفوق، وانت بعد ما تطلع ترمي لي الحبل وبعدين انا اطلع على الحبل واطلع، او بعد شويه هنزق بعض ونقعد كلنا في الحفره وبعدين المطر يمطر ونغرق. المطر اللي هو الصعوبات جايه، لسه الصعوبات جايه، فلازم احنا نخرج بعض من الحفره خلاص. بعدين احنا شعب ذكي، يعني انت بص لصوره سيدنا يوسف. صوره سيدنا يوسف كنا احنا سله الغلال اللي هي بتاكل العالم كله. يعني ايام سيدنا يوسف كان في ملك عندنا، ملك حكيم. الملك الحكيم دوت قدر يعرف مين الحلو ومين الوحش، وحط الوحش على جنب وجاب الحلو وقال له حط الحلو على اداله ايه رئاسه الوزراء. شايف ان المشكله الامنيه هي احد اهم المشاكل اللي المفروض الرئيس القادم ايا كان اسمه ان هو الامن الاول والجيش يرجع مكانه. الجيش ما يفضلش ماشي في حواري والبلطجيه دي تتلم. انت النهارده لو بصيت لعيل وانت ماشي بيفتح عليك مطوه، يبقى معاك ملايين بس انت نايم مهدد. فانا ما يهمنيش زراعه وصناعه وتجاره، انا يهمني الامن رقم واحد. ممكن اسال حضرتك بتشتغل ايه؟ انا في شركه بترول. دخلك كبير ولا صغير؟ لا الحمد لله كويس. طيب هل تعلم ان في الشعب المصري في ناس مش لاقيه تاكل، وبالنسبه لها الامن والغذاء مهمين برضه؟ تمام، بس انت اديني الامن رقم واحد. رجع الداخليه ووقفها على حيلها تاني. لو اديت الامن هتوفر الغذاء. وقف الداخليه، رجعها زي الاول عشان تقدر انت، لو انت معاك زي ما انت بتقول الغذاء. انا ممكن يكون جايب علاج لابويا بس وانا مش عايل بيثبتني. شايف الامن يرجع ازاي؟ بنفسنا احنا. اديني روشتة كده، لو انت لازم من موقف مسؤوليه. محترمين الاول، الشعب لازم هو اللي يبدا بنفسه.
ولازم البلطجة دي يعني أنا المؤبد ما يكفنيش العيل اللي ده بيتعدم يعني يعني ممكن نعدم البلطجية في الفيلم بترو أرحم طير 10 مليون من 100 مليون مش هيعملوا حاجة. انا طبعا انا بتمنى من الرئيس اللي جاي الرئيس اللي جاي عليه مسؤوليات كتيره جدا. اولها طبعا انا كمعلم مدرس اتمنى ان هو يهتم بالتعليم شويه لان التعليم هو الاساس. وجدت ان مجتمع متعلم غير جاهل يعني احنا عندنا الاميه بسم الله ما شاء الله يعني مرتفعه جدا. فاتمنى ان هو يهتم من الاميه تتعدل من تحت لفوق حتى ويهتم بالمعلمين لان المعلم انت اصلحت معلم يعني مع احترامنا لاي حد المعلم الوحيد اللي في مصر الوحيد اللي بياخد اقل اجر في العالم. في دول تانية زي اليابان وزي انجلترا كلهم بياخدوا اجور مرتفعه. هتقولي بقى دروس خصوصيه؟ مش كل الناس بتدي دروس خصوصيه مش كل الناس بتدي هم فئه صغيره منقسم عليها التعليم. شايف الاصلاح اللي جاي المفروض هيبدا من التعليم التعليم وجدت مجتمع متعلم مثقف هتقدر تتعامل معاه. حضرتك اخترت مين؟ انا اخترت الاصلح طبعا ان شاء الله يعني هو الاثنين كويسين الحمد لله. بس انا بتوسم خير في اللي قدامي اللي هو محمد بورس اتوسم خير لان بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يوفقه ان شاء الله وده هو بس يتقي الله في الناس بس هي الجمله اللي انا عايز اقولها يعرف ان دول اخوات ودول قرايب يعني ايا كان الفائز عليه ان هو يعمل من اجل مصر وليس من اجل فئه معينه عشان مصلحه وما فيش حاجه دايما وربنا يسهل ان شاء الله. افتح حضرتك النهارده. ايوه الحمد لله. على اي اساس اخترت المرشح بتاعك؟ والله انا بطلب الامانه يعني انت خدت احمد شفيق على اساس ان هو يعني عارف ايه الخارج والداخل في البلد. احنا بنتمنى الخير بنتمنى اهم في ما في الموضوع كله الامانه عشان يبقى يقدر يشوف الشعب اللي هو تعب كتير قوي بنتمنى ان الناس دي ترتاح شويه من النزاع والقرف والخناق والامن اللي اتشال من البلد. الناس اللي تعبت الناس تعبانه جدا مش لاقيه تاكل. اهم ميزه خلتك اخترت الفريق شفيق مرشح للرئاسه؟ اهم ميزه في الموضوع ان هو اصلا فاهم البلد ماشيه ازاي خارج وداخل. بنتمنى الخير للبلد ونتمنى ان احنا نطلع بدل ما احنا كل شويه حاسين ان احنا بننزل احنا عايزين نطلع شويه تعبنا كتير. ان كان وجهه النظر يعني لا المفروض نحترم يعني القضاء ونحترم يعني بعضينا كفايهنا بقى الفتره اللي فاتت دي التعبانين كل واحد كل شويه واحد يطلع يتكلم يقول لك الشباب دوت الراجل العامل الكبير اللي تعب في البلد ديت من ايام الفراعنه تعبنا في كل شيء على المجال على مر العصور. احنا دولة يعني من سنة الفراعنة يعني أكتر دولة يعني مصر ديت على أفريقيا كلها يعني عايزين نعلى كفاية كفاية ذل ومهانة يعني بقالنا كتير أيا كان المرشح. أهم حاجة مصر في مرحلة يعني إحنا نحمد ربنا يعني اللي إحنا فيها يعني مش زي ليبيا أو زي بلاد تانية عربية نحمد ربنا على يعني المفروض إن إحنا نتكاتف مع بعضينا نبقى يعني نعلى ما تخليش. أهم حاجة أنت بتطلبها في الفترة اللي جاية ديت من الرئيس الجديد ان هو يعني يشوف المنظومات عندنا كذا منظومه المفروض يبتدي بيهم عشان تعلى. منظومات كتير من زمان وهو ده شيء معروف يعني عامه المنظومات كلها ضايعه وبايظه. طيب خلينا افترض ان انت رئيس مصر وهتحكم البلد دي اول قرار ممكن تاخده ايه؟ لا اول قرار يعني في قرارات كتير المفروض نتخذها بس نشوف اني اللي اصلح اني اللي يفيد البلد واني اللي البلد يعني دلوقتي محتاجاه. فاهمني؟ انت اكتر حاجه محتاجه هو في حاجات كتيره اكتر حاجه التعليم يعني نبص في يعني نبص في روح الشباب وكده لان الشباب يعني الكاميرات او عامه ايا كان الاعلام انا ما بتكلمش بصوره او بوجه مشكله لحد معين لا غايب. احنا في الشعب كله الشباب بالذات الشباب غايب خالص. التيارات السياسيه ايا كانت نوعها والاحزاب يعني ضيعتنا والشباب بقى كل يعني مثلا مش يواجه المشكله اللي معاه يعني من اول مرحله ده امتحان ربنا عز وجل بيمتحننا المفروض يعني نعلى ونشوف الدنيا فيها ايه مش اي اول من اول فرصه نضيع. انا بوجه كلمتي للشباب كلها عامه. اخترت مين؟ لسه ما اخترتش ان شاء الله بمشيئه الرحمن انا في الشغل النهارده وان شاء الله لما اخلص شغل هروح انتخب. اهم ميزه في المرشح اللي هتختاره انت قدامك اثنين من المرشحين ايه اللي هيخليك ايه الميزه اللي هتخليك تفاضل بين واحد وتديله؟ ان هو يفكر
لله. بتطلب ايه من الرئيس اللي جاي يا حاج؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين. اطلب منه اولا يراعي العدل في الشعب كله، يكون رحيم بالشعب، ويحقق العداله الاجتماعيه في توزيع ثروه مصر، ويحقق لي الامن والامان اللي افتقدناه الايام دي، ويحقق لي ولكل الشعب وخاصة الشباب انه لما يتخرج من كلية يكون المؤهل بتاعه مناسب لعمله الان، لكن ما خرجش الشباب وخليهم قاعد في الصالة، لا وسع قاعدة التوظيف. ليه؟ لان دي هتحقق العدالة لحاجتين، للشاب وللدولة. شايف التراشق ما بين الاثنين المتنافسين على رئاسة مصر اصاب الشعب كله بخوف ومخاوف من حدوث اضطرابات بعد اعلان؟ الحقيقه المفروض الناس كله يؤمنوا بيها، انه ايا كان القادم لحكم مصر لابد ان احنا كلنا نتوحد وراه وكلنا نؤيده ونشوف مساره ايه، واذا كان بيخاف الله هنأيده ونسقف له. بتتفق معاه في الكلام ده؟ انا بتفق معاه طبعا في الكلام دوت، بس بحب اضيف حاجه، يعني اهم حاجه هنا في مميزات الرئيس اللي هو اللي هيمسك جديد، يعني ان هو يحقق لي الامن، يعني دي اهم حاجه، وتاني حاجه العداله والتعليم، طور التعليم والمدارس والحاجات ديت، يعني شد على وزير الداخليه، على الناس اللي شغاله، والناس طبعا شايف الازمه في الوزاره، ولا الازمه في تعامل الشعب مع الوزاره؟ لا، في تعامل الشعب مش في الامن نفسه، لانك انت لو بتعامل مع بتاع الامن كويس هيتعامل معاك. دلوقتي كل ما واحد يتكلم مع واحد بتاع امن يزعق له ويقول له كلام مش كويس، فدي مش هينفع كده يعني. شايف مين من المتنافسين اللي ممكن يحقق لك الامن؟ اللي هتدي له صوتك؟ انا هدي لاحمد شفيق الصغير. ما يتحققش الامن بالقمع، يعني انا مش هحقق الامن في 24 يوم بقمع الناس واقبض واحط في السجون زي زمان، يبقى احنا غيرنا في ايه؟ احنا عايزين الامن يحصل بالقانون، الامن مش هيجي الا بالقانون. ما ينفعش. حضرتك اديت صوتك؟ انا حطيت صوت للدكتور محمد المرسي، ولو موتيني 100,000 ميزة ممكن تقولها للي هيتفرج عليك خلتك تدي الدكتور محمد مرسي؟ اهم ميزه ان الراجل ده بيراعي ربنا فينا، مش هيسرق زي اللي كانوا بيسرقوا زمان. انت خط لسه هدخل انتخب. ادي صوتك لمين؟ ادي صوتي لاحمد شفيق. انت مش عاوزين الا الفتره ديت الاستاذ احمد شفيق عشان يحل لنا كل المشاكل اللي في البلد، هي فتره انتقاليه بس، وانا بدعمه عشان هو انسان كويس وانسان محترم. تقبل النتيجه؟ طبعا، احنا عشنا سنه ونص في خراب، فلازم النتيجه اللي تطلع الاستاذ محمد مرسي او الاستاذ احمد شفيق او اي حد، لازم القوه الثوريه كلها والمجتمع كله يلتف حولها ونتفق اتفاق واحد ان هو ده رئيس البلد وخلاص. هو فتره 3 سنين وخلاص، ولا 4 سنين يعني، مثلا يعني 4 سنين يعني، الموضوع مش القيامه هتقوم وهنموت في بعضنا والاخوان يقفوا قدام الـ احمد شفيق وقدام اللي هم بيقولوا النظام القديم. النظام القديم احنا بنتكلم على سياسات في النظام القديم خلاص انتهت. لو جه احمد شفيق، جه واي حد او محمد مرسي او اي انسان، فهو بالتالي قدامه عينين المصريين اتفتحت، فمش هيقدر يعمل اي حاجه مش هتعجب المصريين. فيعني هو عليه اي واحد في الفتره ديت هيتولى منصب رئيس الجمهوريه، فهو بالنسبه له عليه هم كبير، لازم ان احنا نعاونه، ما نتفرقش، لازم مصر كلها تتحد على واحد بس، واللي صندوق يجيبه لازم نحترمه ونبعد تاني عن الثورات، وان احنا نوقف المرور ونوقف الدنيا، كل مصر لازم تشتغل. رايك ايه في العمليه الانتخابيه؟ العمليه الانتخابيه كده لحد الان كده يعني 10 على 10، احنا بس نتمنى الله واحد يتقي الله فينا مش اكتر ولا اقل. كان مرسي ينجح او كان شفيق مرحب بيه، بس نفس الوقت بالنسبه لنقابله بالامان، احنا الوحيد اللي هيحافظ على الامن والامان احنا بايدينا احنا. بتنتظر ايه من الرئيس القادم؟ انتظر انه يصلح الحال وماذا كلمته يمشي حال البلد. يعني ماذا كلمته حال البلد كده بقى يسمع حد واقع حبيب، ماذا كلمته انه عايش الناس الواحد زي حالاتي انا، ماذا كلمته ماليش دخل، حد واقف، ماذا كلمته بيشتغل يوم وعشره لا، لكن البلد بحاله صالح، ماذا كلمته هيبقى في شغل وفي ماذا كلمته عمليه والعمليه هتمشي. هتدي صوتك ليه؟ انا اديك للدكتور محمد مرسي.
عايزين واحد ما يجيش يتمرن فينا، واحد يبقى فاهم البلد كانت ماشيه ازاي. دي اول حاجه. تاني حاجه، احنا معظمنا شباب شغالين ارزقيه على الله، عايزين نعرف الدنيا ماشيه معانا ازاي. يوم نشتغل ويوم نقعد، يوم نلاقي اكل ويوم ما نلاقيش، اطفالنا في المدارس مش عارفين العيشه ماشيه معانا ازاي. اهم حاجه في اللي نديله صوتنا ان هو يتقي الله فينا، وانا اديت صوتي لفريق احمد شفيق. طيب شايف ان وجود الرئيس القادم بدون دستور ده هيسبب ازمه في الفتره ما بعد اعلان الاتحاد؟ مش الوضع ان في دستور او ما فيش، الوضع لو المصريين اتحدوا هنعدي جميع الصعاب، بغض النظر عن وجود دستور وجود قانون وجود مجلس الشعب. لو الايد ايد واحده مش هيقف قدامنا اي حاجه. متفائل ان شاء الله. الناس لسه ما ابتدتش تنزل، ممكن عشان حر ولا حاجه، بس ان شاء الله هنلاقي اقبال ان شاء الله النهارده وبكره. ولا شايف ان حمله مقاطعون جابت نتيجه؟ ممكن يكون ليها تاثير يعني. صوتت النهارده؟ دي صوتك لمرسي. انا شايف ان ده لازم تنزل بصراحه، يعني ينتخب ده، كل واحد بيحترم راي التاني. ويعني انا اقعد في البيت يبقى انا ما عملتش اي حاجه، يعني الفتره اللي فاتت دي كلها بقى لنا سنه ونص، فانا لازم اعمل حاجه يعني. يعني احنا اتخلت لنا فرصه ولازم نستغلها. رايك في العمليه الانتخابيه النهارده؟ حلوه 100 100، بس كويسه، ماشيه حلوه، منظمه وكويسه. اهم حاجه شفتها النهارده لفتت نظرك، او اهم ايجابيه لفتت نظرك وانت جاي تنتخب النهارده؟ الامن والامان. طابور منظم وكويس، وامن وامان كويس، مفيش اي مشاكل خالص، مفيش اي مشاكل حصلت. اديت صوتك لمين؟ للي انا اديتوله في دماغي بقى، راجل خدمت معاه في الجيش. كنت معسل وانا في القوات الجويه. اهم ميزه كانت في المرشح اللي هديته صوتك؟ والله ميزته كويسه، راجل عنده خبره بدواخل البلد وخوارجها، مش هيعمل لنا مشاكل مع الدول الخارجيه ولا في الداخل. راجل عنده علم بجميع معاملاتنا مع الدول الخارجيه، وهيخلي معاملاتنا مع الدول الخارجيه كويسه. لا هيميل لشيء ولا هو في دماغه شيء محدد هيعمله، هو عاوز هيخلي ميزتنا مع معاملتنا مع الدول الخارجيه كويسه، وفي تعامل ما بيننا وبين كل الدول. هتتقبل النتيجه ايا كانت؟ هتقبل النتيجه ايا كانت، بس هو اي رئيس جاي سواء ده او ده لازم يكون عارف ان المصريين النهارده عندهم وعي، والشعب ساير هيثور عليه مسافه الهواء. لو غلط الشعب هيثور عليه، مفيش يما ارحميني بعد كده، لان كفايه اللي احنا عانيناه قبل كده. فأيا كان فيهم واحد يعمل حسابه ان الشعب ساير والبلد والناس كويسه، ناس اتنصحت وبقت عندها علم بكل حاجه. والله انا مش عارف ان احنا هل الجو لان الجو حر، او ان الناس حصل لها نوع من، في ناس كتير حصل لها نوع من الاضطراب. مفيش شك لان النهارده اول يوم في الجوله الاولى كانت تقريبا في نفس التوقيت اللي كنا طالبين، كنا بنفكر مسافات طويله. بالعكس النهارده، واتمنى ان بقيه اليوم وبكره ان شاء الله الناس كلها تنزل علشان خاطر احنا كلنا نشارك.